يا أخونا فاعل سماعة في لك مخابرة. نحن ما عندنا تليفون. يا فاعل سماعة مخابرة خارجية. من مين المخابرة؟ من أبوك. لك أبي مات من زمان وصارت عظامه مكعبة. ارفع السماعة، هو اللي طالبه. شلون صارت ايه؟ الأحياء ما عم يحكوا معنا، يحكوا مع الأموات. أنا المرحوم أبوك. مين عم تحكي يا أبي؟ الشهيد وين بيكون؟ والله ما بعرف يا أبي، شني ما استشهدت ولا مرة لساني. من الجنة يا ولدي، الله يطعمك يا والسامعين. يا أبي يا أبي، أنت ليش استشهدت لك؟ شو بدك بهالصرعة كان؟ من شان الوطن، شو نسيت؟ والله راح عن بالي الوطن يا أبي. حلوة الجنة يا أبي؟ ما في مثل الجنة، بس حتى الجنة ما بتغني عن الوطن يا ولدي. طمني، شو صار فيكم؟ شو صار بالاشياء اللي استشهدنا من شانها؟ طمن يا بي، الحمد لله دمكم ما راح هدر ابدا. الله يطمنك بالخير، بس بدي منك اجوبه محدده. تكرم جروحاتك يا ابي سؤال. اول بشتان، شو اخبار الوحده العربيه؟ ما عدنا حكينا فيها. يعني صرت بلد وحده؟ لك ما بدا شيء، انا اليوم فطرت ببغداد وتغديت بالخرطوم وعم احكي معك من ابو ظبي. قصدك ماذا؟ الحدود؟ الحدود على الخريطة بس. والحرية؟ بتبوس ايدك. يعني ما في سجون؟ للمجرمين فقط يا بي. وشو عملتوا بالمعتقلات؟ معتقلات كلها حولناها الى مدارس ومستشفيات يا بي. برافو عليكم، برافو. ما خبرتني عن العدالة. العدالة حدث ولا حرج. يعني شلون بدي شبه لك العدالة عنا؟ يا أبي، بتلاقي هالأجانب والسواح بيجوا من آخر الدنيا لعنا ليتفرجوا على العدالة والنظام والقانون. آه وكيلك يا أبي، صفرنا فرجة. يعني ما عاد في ابن ست وابن جاي؟ ابدا، خيرات مكومه بالطرقات على مين يشيل البلاش. بس اذا الشغله ببلاش مو تدرك، بعرفك نفس خدميه. لا يا بي، كل واحد منا بيمد ايده وبياخذ حاجته. هلا انا مثلا مقتصر اكلي على الفريز والكنسره. لك ولدي في شغله بدي اسالك عنها ومستحي بعد هالسنين الطويله. لا يا بي، لا تستحي تسال. فلسطين اكيد رجعتوها لاهلها؟ معك حق تستحي. هذا السؤال بيسأل بعد 30 سنة نضالات. برافو عليك. ولك شو عم تشرب؟ مي. شو هالمي اللي فايحة ريحتها لعني؟ مية أناني يا بي. خلاص، يعني ما عاد في لاجئ برات بلده؟ لا لاجئ ولا نازح ولا مهجر. لك شو عم تخربط انت؟ وهاليهود المساكين شو عملتوا فيهم؟ صعبت لي الاسئله كثير. والله نحن حاطينهم بالمستودع عم نتفرج عليهم، محتارين شو بدنا نسوي فيهم يعني. خيروهم. ايوه. يلي بريد يضل عنا ملتزم ادبه اهلا وسهلا، يلي ما بده رجعوه من محل ما اجى. والله ابي، نحن كان فكرنا نرميهم بالبحر، بس كرمالك هلا راح نصير نعاملهم بالحزنة. لانه يا ابني العرب من شيم التسامح والعفو عند المقدره. واغاثه الملهوف. وهلا بعد ما اطمنت بدي اطمن عليك وعلى امك واخواتك. اطمن يا بي، الحمد لله انا وامي واخواتي كلياتنا بخير ومنقبل اياديك الطاهره يا بي. بس فرحتي ما بتكتمل حتى اشوفكم. ما اشتغلت شوفنا يا بي، لك طيرت لنا السكرة. ارتجوا لعندي على الجنة. نجي لعندك على الجنة؟ ايوه. ايه ليش؟ حدا بيترك جنته على الارض بيجي لجنتكم؟ شو في عندكم انتو؟ سواء يا عسل. انهار لبن. وروج خضرة. ايه. أرواح طاهرة. ايه. من العسل عنا 100 نوع نحن.
من الجبنة عنا 200 نوع. عندكم لفاش كيرل؟ لا. ما عندكم ولا جبن؟ عندكم موز صومالي؟ لا. عندكم تلفزيون ملون؟ لا. شو بدي أعدل لك لأعدل لك لك؟ خلاصته يعني مو ناقصة شيء. أبدا مو ناقصة شيء. الله وكيلك يا أبي، مو ناقصة إلا شوية كرامة بس. ياه شوية كرامة. لكان كل شيء خبرتني عنه كذب؟ ايه كله خارت خارت. حميد الله اللي طلع لك قبر بالوطن نقرا لك عليه الفاتحة بس. اليمن صارت يمنين ولبنان أربعة والخير لقدام. وليش هيك؟ قال لحتى تصير أصواتنا كثيرة بهيئة الأمم المتحدة. ايش والشغلة عرابة؟ وإسرائيل صارت كتر شكيك يا بي. وأمك؟ أمك الصابرة شو صار فيها؟ عم تشتغل غسالة أوتوماتيك. أولادك؟ ولادي بعتوا. الله لا يوفقكم في شيء ما بعتوه بعد. ولك رايتنا وين؟ رايتكم صارت الجرافة. وتمن دمنا؟ بالبنوك. لكن شو بقي من القضية؟ والله يا أبي ما بقي من القضية غير هالشفة، حنشوفها ونخلص منها بعد بس. خلص القضية. الله يخزيك. الله موتني. يا أبي؟ يا أبي؟ مش مخليك لو. يا أبي؟ يوب سمعونا يا اخوان، شوفوني هيك لحالي سنسل الامور بفكري شو. والله ما بدك سنسل مسنسل خلق الامور كلها. في حدا بده يضيق لي خلقي ويكرهني عيشتي لارحل عن وطني؟ ما بعرف من هذا الحدا، من برا من جوا والله ما بعرف. بس مين ما كان يكون هذا الحدا، انا ما بقدر ارحل عن الوطن. انا بدوخ بالطياره يا اخي. ثم لا نفرض اني انا بعدت عن الوطن ورحلت عنه لبعيد، بس مشكلتي انه الوطن ما بيبعد عني، بضل عايش فيه من جوا. وين بدي اهرب منه؟ وين؟ لذلك بضل عايش فيه غصبا عن اللي ما بده. طالما عم بقدر احكي اللي بدي اياه، ما راح اياس، بدي ضل اصرخ للغلط غلط بعينك. وبدي اعمل ثوره بالبطحه واشرب كاسك يا وطني على رواق. اشرب كاس عزك. ولسه بدي اكتب اسم بلادي على الشمس اللي ما بتغيب لمالي ولولادي. على حبك ما في حبيب. لا 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 لا